بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله وإياكم شر الأوبئة أولاد الكرام ما ظهر منها وما بطن. نستكمل درس أمس عن العالم المسلم جابر بن حيان أبو الكيمياء، هذا هو لقبه رحمه الله تعالى. ندخل في لغويات كما عودناكم. ما أستاذ محمود شغف مرادفها المرادف كما قلنا المعنى، أحسنت. ما مرادف شغف؟ شغف حب شديد، قد شغفها حبا. تعزل أستاذ مرادفها، ها تعزل مرادفها تمنع، ممتاز. الجفاف ضدها، ها الجفاف البلل. تالفا، رأيت التلفاز تالفا ضدها، ها صالحا. والتنوين لا يوضع على الألف، يوضع على الحرف الأخير. عبقري جمعها عباقرة، ممتاز. أما أستاذ فجمعها أستاذ، ها أساتذة، ولا جمع آخر وهو أساتيذ. قال الإمام مسلم رحمه الله لأستاذه البخاري رحمه الله، قال له أنت أستاذ الأساتيذ، لكن الجمع الدارج عندنا هو الذي يستخدم، الذي نستخدمه دوما هو أساتذة. الاختراعات مفردها يعني الواحد منها، تفضل، ها ممتاز. الاختراع أما المرايا التي تعكس وجوهنا وصورة الأشياء مفردها، ها تفضل، ممتاز. المرآة ممتاز. هذه هي بعض لغويات الدرس كما نفعل في كل درس أبنائي الكرام، المرادف الضد الجمع المفرد. أنتقل على عجالة أبنائي الكرام، أستخرج من فقرة هنا، الفقرة الأخيرة من الدرس، من أول كلمة حقا إلى كلمة خطا، أستخرج بعض المهارات الموجودة أمامي من هذه الفقرة. أستخرج همزة وصل، همزة وصل تفضل، نريد همزة وصل من هذه الفقرة فقط، أربعة أسطر الأخيرة، همزة الوصل ممتاز. اعترف أستاذ محمود الألف بدون همزة، بدون همزة. إن لم أجد مثل هذه الكلمة أولاد الكرام، أي كلمة فيها ألف ولا همزتها همزة وصل، إذن اعترف. همزة قطع، قطع هي التي تبدأ بهمزة، تفضل تفضل، ممتاز. إن بدأت بهمزة، صح. أحد بدأت بهمزة، كل هذه الكلمات. أنزلوه بدأت بهمزة، أختار إن بدأت بهمزة. همزة متطرفة تفضل تقع في آخر الكلمة، ها ممتاز. علماء والعلماء سليم، وهي في نفس الوقت همزة ممدودة. تضاد موجود هنا، علاقة تضاد تفضل، أحسنت. الشرق والغرب، الشرق والغرب ممتاز. حرف الجر، حروف الجر كما درسنا أولادي، من إلى عن على في الباء الكاف اللام، من إلى عن على في الباء الكاف اللام، حرف جر تفضل. في كلمة اسم محمود في، وفي عندي على، والاسم بعده يكون اسم مجرور. أسلوب ترجي أشرنا إليه، وأداته، ها أداته إيه؟ لعل، ممتاز. لعل جيل اليوم يعترفون بفضله، لعل بدأ بالعلّة وأكتب الجملة كاملة، جمع مذكر سالم
من عدم تفضل واو نون او يقولون في اخر الكلمه كلمه ها المسلمين المسلمين اسم موصول. هذه هي الاسماء الموصوله التي درسناها تكتب بلام واحده وبلامين الذي والتي والذين بلامان اللذان اللتان اللاتي. تفضل. احسنت. الذين جمع التكسير ليس به علامة جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث. تفضل. عباقرة وعلماء كل هذا صحيح. كل هذا صحيح. أشير أبنائي فقط إلى بعض المهارات التي درسناها. أشير إلى بعض الضمائر ضمير متكلم مخاطب غائب. دائما نراجع معكم هذه الأشياء. أشير إلى أسماء الإشارة كما نقرأها كل يوم. بعض مهارات آل القمرية آل الشمسية الأسماء الموصولة وأدوات الاستفهام واستخداماتها ثم حروف تنزل على السطر. أشكركم أبنائي الكرام. أتمنى لكم كل خير. أسعدكم الله وفقكم الله. أشير فقط إلى الواجب وهو صفحة 115 116 إلى الحل صفحة 115 116. حلوا يا أولادي في الكتاب مباشرة وأروني حلولكم وفقكم الله إلى ما فيه الخير. السلام عليكم.